مشاهدينا سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى عدد جديد من حصتكم في الصميم. العالم يتوجس من كارثة صحية حصدت عشرات الآلاف من الأرواح، والجميع يتوجه نحو الإجراءات الصارمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد-19. فالجزائر تسعى من خلال مختلف القرارات والتدابير الوقائية محاصرة الوباء حتى لا يتفشى أكثر، لكن كل هذه التدابير لن تكون ناجعة إلا بوعي وانضباط المواطن وتطبيقه لكل الإجراءات، وبدءا بالاحترام التام والكامل للحجر الصحي. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافتي البروفيسور يعيش عاشور توفيق، رئيس مصلحة التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي سيندي. أهلا بك بروفيسور. كما أسعد باستضافة البروفيسور تابتي مجيد، رئيس مصلحة الأمراض العقلية بشرقاء. أهلا بك بروفيسور. أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة. كما تلتحق بنا عبر السكايب الدكتورة أحلام أيد حدة، أخصائية نفسية. أهلا بك دكتورة. شكرا. أهلا. إذن بروفيسور يعيش، أبدأ معك النقاش. الحديث عن الوباء يرتبط مباشرة بالحديث عن أهمية الحجر الصحي، ماذا يمكن القول عن الحجر الصحي؟ شكرا. الحجر الصحي حاجة مهمة وفي كل بلد، احنا في الجزائر لازم لنا نشوفوا الدول اللي سبقتنا الوباء هذا، منها الصين. غير اكتشفوا الوباء داروا الحجر الصحي لكل منطقة، واهان هذه الحجر الصحي إجباري أوبليغاتوار. دونك الحجر الصحي علاش لا كيسيون كي فوز بوزي، علاش الحجر الصحي؟ الحجر الصحي نعرفوا بلي هذا الفيروس شخص واحد سكون ابل لو R0 ينجم يكونتاميني 2.6 انسان، يسمى واحد في اليوم الواحد ينجم يقيس 2.5، في يومين يكون 5، وزيد تطلع حتى في الايام تولي واحد برك حتى 30-40 واحد كونتاميناسيون. يعني العدوى تنتقل. العدوى تنتشر بلا ما نشوفوها، على بالكم الفيروس هذا ما كانش يشوفوه. هذا سي دون ليماجينير دو جون، مي نو ليسبيس سونتيفيك نعرفوا بلي سي ان فيروس كي سو ترونسمي باغ لي غوتلات اي باغ كونتاكت. هذا الفيروس علاش العلماء في العالم، علماء الاوبئه، كي ما يكونش عندنا دواء الحجر الصحي هو الدواء. الناس تلتزم البيوت، ما تدخلش الا للضروره. اللي ينقاسوا بالفيروس يبون فير لا مالادي تاعهم، كو سوا لا فورم بينين وين 80% حتى 85% جوج عاديه، يبقاو 15% يديروا اعراض، ويبقى منهم 2-3% قادرين يروحوا للعنايه المركزه افيك دي ريسبيراتور. وكي تكون ما ناخذوش الاحتياطات تاعنا، يكون عدد كبير 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 تاع الناس اللي يلحقوا المستشفيات. ما كان حتى مستشفى في العالم، يعني تكون عندهم تعقيدات في التنفس بلاد قبل ما يكونوا التعقيدات، باش يروحوا يديروا زيكزام باش يشوفوا تاندي كونورا ان افلو ماسيف ماسيف اكستريمون ماسيف اون ليفو دو تو لي زوبيتو. وما كان دوك ثبتت الاحصائيات اللي دارت في الصين وفي في ايطاليا بالاخص، ما نجموش يلغوا سوا استقبال يعني عدد كبير من المرضى. سي امبوسيبل تشوفوهم دوك راحوا خرجوا يديروا الاكتشاف على خارج المستشفيات، وين الاطباء والممرضين ما نجموش يكملوا العمل تاعهم، وين حتى المستشفيات في رومانيا شفناهم غلقوا، ما كاش اطباء ما كاش ممرضين. دونك لو كونفينمون هذا سي بور ليميتي ليكستونسيون دو سيت دو سو فيروس، باش نقصوه. وشكون ابل لا كورب اسونسيون، لو كان ما نديروا حتى حاجه لا كورب تطلع، نكونوا ما عندناش بزاف المرضى، حتى في بعض ايام اونورا لا كورب تري امبورطون اي ان اوب تري امبورطون. هذا في حالة عدم احترام الحجر الصحي. وكي نحترمه
كي نحترموا الكونفينمون احترام موضوعيه، ماشي صحيح من 7 تاع الصباح حتى قلت دخل الدار، من 7 تاع العشيه ل 7 تاع الصباح، وفي النهار يروح الاسواق يروح المقاهي يشري الاحتكاك مع الناس يخمس مع الناس. لازم يكون الكونفينمون يعني لازم تكون مسؤوليه المواطن يعني بطريقه صحيحه. لازم المواطن يفهم لازم الكونفينمون، لازم الكونفينمون. علاش؟ باش نقصوا والمرض هذا يكون سهل على المستشفيات، وزيد هذا لا كورب ردوها ابلاتي باش كي تجيو للمستشفيات ما يجيوش بزاف، وتكونوا لي بلاص في المستشفيات عم نقصوا، المستشفيات يجبوا امكانيه التكفل بالمرضى. التكفل بالمرضى، وزيد ان شاء الله يكون عندنا لقاح. تقدر نستنى العالم كامل او يستنى في اللقاح لو جاي. هذا هو الموضوع. فعلا دكتور تابتي، لما نتحدث عن الحجر الصحي لابد من احترامه بطريقه صحيحه. كيف يتم وكيف يكون الحجر الصحي بطريقه صحيحه؟ لانه هنالك يعني ناس كثر بالنسبه لهم راهم يقوموا بالحجر الصحي، لكن لما ندقق في بعض التفاصيل الحجر لا يكون بطريقه صحيحه. شكرا على الدعوه، واود ان اشكر يعني الدولة الجزائرية ورئيس الجمهورية اللي داروا التمديد تاع الحجر الصحي على الساعة الثالثة، ولا اقتضى الأمر راح يكون حجر صحي شامل. دونك الناس لازم تفهم، ولا كاين الحجر الصحي الشامل اي جات من عندهم، لأنه احنا الأخصائيين الأطباء رانا نتبعوا يعني لا كورب داسونسيون كما قال الأستاذ. والحجر الصحي الإنسان ما لازمش يكذب على عمره وعلى روحه وعلى أخوه. الحجر الصحي تغلق باب دارك وتريح، اذا اقتضى الامر تروح تشري في لا سوبيريت روح وحدك وشري، يعني تلفزيون جزائري وكل يعني وشخص واحد من العائله شخص فقط، شخص واحد من العائله وكاع لي تلفزيون جيريان لي راديو وكاع الاعلام، يعني الناس دوكا عرفت. ولكن الناس اللي مازال ما عرفوش نزيدوا نوعيهم، انسان واحد يخرج ماشي زوج ولا ثلاثه، ولا شفنا احنا حالات يعني مؤسفه والناس راهي دبزع البطاطا وعلى السميد تو، يعني اسمحوا لي بالعباره، يعني سي اون فيولون سوسيال، وهذا خطر. لانه كما قال تفضل الاستاذ العدوى راهي تمشي ان نيفو اكسبونونسييل. حنا ولا نشوفوا هاد لي زيماج ماهيش قدوه، سي با دو بيل زيماج، وانا نقول يعني الناس تتفادى هاد لي زيماج اللي راهم يجوا من الفيسبوك لي ريزو سوسيو. اليوم كاين شبح احنا ما راناش نشوفوا فيه، هو يشوف فينا. يعني وباش نولي السؤال تاعك سيدتي، هو الحجر الصحي العائلي الناس تريح ما تخرجش، تريح يعني لا غالب، لانه مصدر قلق هو دابور لو كوفيد 19 الكورونا فيروس اللي عندنا شهر كل يوم فيها تطورات. شفنا بلي الاطفال بداوا يتنقصوا وهذا مصدر للعائلات، يعني لي نوفيل اللي راهم يجونا راهم يتبدلوا يوميا، وزيد ثاني لو كونفينمون راهو مصدر قلق ثاني. يعني لو ستريس اي دوفوني تري انتونس، ولكن اسكو فيه حل؟ ما فيهش حل واحد اخر، يعني هذا هو الحل الوحيد. كاش اليوم الناس راهي تقول كاين دواء، ما كاش دواء، لانه لو كان نديروا في بال الناس كاين دواء خرج نهار يخرج دواء ان شاء الله يخرج فاكسا، احنا ماذا بينا اليوم في الليل يخرج دواء، ولكن الى حد الان ما كاش دواء. الدواء اللي كاين سي ان تريتمون اوسبيتاليي اي اونكور. لأن الناس لازم تفهم الحجر الصحي راهو في فايتو في فايتي وفي فايت كل جزائريين. دونك لو كونفينمون يفو لو ريسبكتي. كي تخرج انت تكيف سيجاره برا تلاقيت مع صاحبك ربما ماهوش كونفينمون هذايا. دونك يفو كيلي ان ريسبي توتال. وانا نقول من هذا المنبر لازم كاين ناس ما راهمش يعني واعيين، سي با سي ان مونك دو ريسبونسابيليتي، والناس هذوما لازم تكون قوه القانون هي اللي راح تحمي كل المواطنين. وما يكونش فيه اطار تاع القانون والناس اللي راهي تخرج بدون سبه ابارتيغ دو 15 اليوم في بعض الولايات ابارتيغ دو 19، لانه لو كان بعيد الشر النومبر تاع الموتى يزداد ولو نومبر تاع الناس اللي مقيوسين يزداد، رايحين حبينا ولا كرهنا الحجر الوطني. هي دول يعني عديده يعني ذهبت الى الحجر الصحي الصارم بقوه القانون حمايه لمواطنيها. الناس بليده اللي نحييهم كي لحقنا يعني الحجر الشامل، شفنا بلي عدد الوفيات وبدا ينقص، يعني لاكور بدات تنقص، لانه الحجر الصحي تاع ولايه بوليده اللي نحييهم باسكو سي كوراجو، ولا اقتضى الامر يولي حجر صحي وطني، وقالها رئيس الجمهوريه نروحوا لها. لذا يعني انا من هذا المنبر نقول مواطنين احترام
احترام كل التوصيات اللي تجي من وزارة الصحة وتجي يعني من المختصين. هذه أزمة راح تجوز ما نقدروش، ولكن ولما خديناهاش بعين الاعتبار راح تطول فعلا. يعني الحل راهو في يدينا. أكيد دكتورة أحلام، يعني حتى لا نذهب إلى الحجر الصحي الكامل عبر الوطن، ماذا يجب على المواطن أن يفعل؟ من الضروري جدا الالتزام بالحجر الصحي كما سبق وذكر زملاؤنا، أنه من الضروري أنه الواحد يلتزم بالحجر ونتخذوا كامل الإجراءات الوقائية اللي ذكروها الأطباء والمختصين في هذا المجال. لازم نلتزموا كامل بالحجر الصحي ونقوموا بالإجراءات الوقائية التوابعنا باش تحد الفيروس كورونا. فعلا دكتورة، لما نتحدث عن الحجر الصحي، يعني العائلات بدأت هذا الحجر ربما منذ أسبوعين وتم تمديد الحجر، الضغوطات النفسية تتزايد، كيف يمكن أن نجعل من هذا الحجر الصحي يعني أكثر متعة، نستفيد من العائلة يعني والتجمع العائلة في البيت الواحد بأمور إيجابية أكثر، كيف يمكن ذلك؟ نعم نعم صحيح. الآن كما على بالنا كامل باللي رانا بين ليلة ونهار تبدلت حياتنا، تبدل الروتين اليومي ديالنا، وكاين حقيقة كاين ناس راهي تعاني في هذه الفترة على الحجر الصحي. كاين ناس كل ما تشوف في الأخبار ارتفاع نسبة عدد المصابين بفيروس كورونا ولا انتشار جديدة تتأثر نفسيا. كاين اللي مام ترى لهم توتين اتاك دو بانيك، ينصابوا بالهلع، نلقاوهم تلقاهم يعرق، ما يقدرش يتنفس، قلبه يضرب، صرالو تغيرات فيزيولوجيه في الكور ديالو، ومام تغيرات عفوا نفسيه. دونك لذلك ما لازمش انه نتهاونوا بهذا الشيء حقيقه، لانها معاناه نفسيه. دونك ما لازمش نتغاضى والنظر على هاد الحاجه اللي راهي تصرى لنا. كذلك كاين اللي تلقاه من ينوض وهو في الفراش ديالو يكونيكتي، ما عندوش رغبه انه يدير اي حاجه. دونك هادو اكثر انه ينضبوا بالاكتئاب، يفقدوا الرغبه في كل شيء. علينا انه نشوفوا اي موهبه فينا ونحاولوا انه نطوروه، مثلا القراءه، مثلا الكتابه، مثلا حتى الطبخ. كاين اللي يحبوا الطبخ، اني في هذه الفتره نغتنم الفرصه بما اني عندي الوقت، نحاول اني ندير وصفات جديده، ندير حاجة نغير بها. بطبيعة الحال أنه المواهب اللي عندنا كل واحد حسب نفسه. نبيت مثال برك فوالا. دونك نقدروا تاني نلصق ونتواصلوا مع أفراد الأصدقاء سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف. كذلك نقطة جد مهمة وما لازمش أنه نتغاضى ونظر عليها، اللي هما الأطفال. رانا صح نهضروا على الكبار كيفاش يأثر على حالتهم النفسية وكيف، بصح مام الأطفال ما لازمش ننساوهم، أنه لازم نقعد مع وليدي ولا نقعد مع بنتي ونحاول نفسر لها بالطريقة اللي تفهمها، لخاطر هما يسمعوا الهضرة تاع الكبار ويترجموها على حسب القدرات المعرفية تاعهم. دونك لازم نريح معاهم ونفهموا وشنو هذا الفيروس تاع كورونا، نفهمه بطريقه اللي راح يقدر يفهمها. نفهمه كذلك، نحاول اني نلعب معاه، ندير معاه ديزاكتيفيتي، ندير معاه نشاطات اللي نقدر تزيد تقوي علاقتي مع الطفل ديالي. ولهذا حبيت نقول لكم باللي كاينه صفحه على الفيسبوك اسوسياسيون سارت soutien pour le Covid-19. Donc je vais vous montrer la page ديالهم باش تدخلوا تشوفوها، تنشر مقالات هايليك. فوالا association SARP soutien psychologique Covid-19.
مقاله. دونك هاد لاباج تنشر مقالات جد 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 ايجابيه مهمة. يعني تمدلنا امثله دافع نفسي ايجابي اكثر، امثله كيفاش نلعبوا مع اولادنا، تمدلنا يعني ديزاكتيفيتي كيف اللي نديروهم مع اولادنا. كذلك نشرنا ثاني كيفاش نقوموا بالشرح للاطفال، كاين مثال ما عليك غير تدخل تقرا وتشرح للابن تاعك. كاين ثاني لو كلوب سيونتيفيك تاع لا سيكولوجي لو فوالا اس سي بي، اللي ان شاء الله بروشينمون راح نديروا فيديوهات يعني للتوعيه. استاذه احلام، ابقي معنا سوف نفصل أكثر في كل هذه الإجراءات التي يمكن أن تساعد المواطن من الناحية النفسية، سنعود إليك. دكتور يعيش، نتحدث عن الجانب النفسي الذي هو جد هام لرفع من معنويات الشخص، سواء يعني المصاب أو حتى الشخص الطبيعي الذي يستعد في إمكانه في حالة ما إذا أصيب أنه مناعته تكون قوية. بالإضافة إلى الجانب النفسي، الاهتمام الجانب الصحي في الحجر كيف يكون، يعني كيف يمكن أن يكون الاهتمام؟ هو الإنسان اللي يكون في الحجر الصحي لازم يكون عنده كل الملتزمات رفاهية في المكان اللي يكون فيه. شفنا مستشفيات داروا التلفزيون، داروا يجيبوا معهم لي طابلت تاعهم، يديروا كما كانت تقول الأخصائية، وين الناس لازم تعلم امور في الحج الصحي هذا من الوقت هذا، لازم سي ان تون بريسيو، ما لازمش الناس تقعد تخمم باللي راه في حج صحي. نعرف ناس ما يكفيهمش هذا في حج صحي، واش كافيهم الوقت، راهم يطالعوا الكتب. استغلال الوقت يعني بطريقه ايجابيه، لازم الجزائري في هذه المرحله يستغل الوقت هذا، ما لاش نضيعوا في الوقت. حب يقول في الحج الصحي راه قاعد يستنى يجوز الوقت، ما نقولوا يركب في الوقت. هو دكتور يعني نتكلم ربما عن الاجراءات الوقايه بالدرجه الاولى، على التغذيه الصحيه اللي ممكن انها ترفع من مناعه الجسم، يعني هذا الجانب بالدرجه الاولى. على معلوماتي الجزائريين كامل دوك راهم الغذاء تاعهم بيو شفنا الايامات الاخيره دوك اللي بيعوا الاعشاب، خلاص لهم الاعشاب تاعهم، باسكو الجزائري كامل باسكو على بالو ما كاش دواء راحوا للدواء البديل، طيب البديل. يعني ربما احيانا يكون افراط، يعني لا يجب ان يكون افراط، يعني تاخذ الامكانيات بكميات بطريقه صحيحه. يعني انت كاخصائي ماذا يمكن ان تنصح المواطن في تناول مختلف الاغذيه او حتى ممارسه الرياضه او غير ذلك؟ الرياضه لازم يمارسها، ما يكونش قاعد برك. الاغذيه تكون الاغذيه معقوله، كاين الاغذيه فصل الجزائري الاغذيه تاعو الاصيله فيها كل المواد اللي تحميه. نذكر من المواد المهمه في البروبليم تاع الفيروس، سي لو زنك، سي لو سيلينيوم، سي لا فيتامين سي، كل المواد هذو. دونك الجزائري يعرف فيتامين سي، روح شوف الناس راهي يشريو في تشينا، تشوف كل المواد المكسرات هذوك فيهم مواد تنفع. كاين دي بريباراسيون يديروهم، دي تيزان، تو سا ينفعوا كامل، ينفعوا كما نقولوا دوك الجزائري ولا كما كنا بكري، تقدر الاخر ولاو الناس يطيبوا الخبز في الدار، سي امبورتون. ولا هذه كاين امور للجزائري تلائم مع الوضع الجديد تاعو. نعاودوا على ما لازمش الجزائري يوضع يضيع الوقت في هذا، لازم يدير ان بروغرام تاع مطالعه، يدير ميم لي شان دو تيليفزيون لازم يديروا دي شان تاع توعيه تاع باش الناس تثقف، يديروا برنامج الانسان يدير برنامج يتعلم لغه في الايام هذو، صدر الوقت تاعو ما يخليش يروح هباء. هذا هو الميساج اللي حبيت نجوزه. نعم، استغلال دكتور تابتي، استغلال الوقت بطريقه صحيحه في الحجر الصحي، هناك يعني وقت يمكن الانسان انه يقوم باشغال واعمال في السابق يعني لم يستطع ولا انه لم يتسنى له ذلك، كيف نستغل الحجر الصحي بطريقه صحيحه؟ لازم المواطن الجزائري يفهم حاجه اليوم، باللي هذا الميساج هو نداء وطني، سي ان دوفوار ناسيونال. ونعرفوا الجزائريين باللي متوحدين يعني في هذه الاشياء، ولكن ما نكذبوش عليهم ثاني حقيقه، على سور لو بلون تيوريك نظري، يعني تيوريكمون حاجه صعبه.
حاجه سهله في سور البلون تيوريك، ولكن سور البلون براتيك واعره شويه الحاله. ولكن كاين فيه سيغتان شوز لازم يديرهم المواطن الجزائري باش يتفادى بعض الاشياء. اليوم كي هضرنا على لاليمونتاسيون، الناس اليوم راهي تاكل في المنازل اكثر من اللي كانت تاكل سمانه ياكلها في النهار. فعلا خطر. علاش؟ باسكو لو ستريس va développer ce qu'on appelle des addictions. الناس اللي كانت تحبست الدخان ولا تتكيف هذا خطر. الناس اللي كانت تهاول المهلوسات اليوم يا بوكو داري كاردياك. وربما نقولها من هذا المنبر، نقول ربما الناس اللي راح تموت من الخلعة ومن تناول هذه الأشياء يعني المخيفة اكثر من الكوفيد 19، اكثر من كورونا فيروس. كاين اليوم الناس راح تتناول أدوية سون بريسكريبسيون ميديكال، كاين الناس راح تدوبلي لا دوز، كاين الناس راهي تتكيف بوكو بلوس، كاين الناس راهي تاكل بوكو بلوس، كاين الناس راهي الديابيت ديالهم ديزيكيليبري باسكو راهو مريح اللي كونفيني. دونك لازم نشوفوا ليماج واحده اخرى، ليماج تاع كما قال الاستاذ نستغلوا الوقت في حاجه اللي ما درناهاش. كنا بكري في عائله جماعيه، كنا عايشين غاشي، ولازم تولي هذيك النظره. لان لي ميتاسيون سوسيال اللي صراو في الجزائر منذ سنين خلاتنا نكون من عائله تاع افراد الى عائله شخصيه ان كوبل. فذاك الوقت ان كوبل ربما حاجه مليحه، ولكن اليوم نو نوليو يعني هي فرصه انه المواطن الجزائري والاسره الجزائريه تستعيد يعني عاداتها الايجابيه التي كانت من قبل. وكي نقولوا حنايا اسكو ريالمو عندنا لو شوا؟ ما عندناش لو شوا. دونك لازم نوليو للتقاليد اللي كنا عايشين فيهم. اليوم الانسان الانانيه يدير هذا كوتي صح. اليوم راح يتعرضوا بزاف العائلات، دابور الناس اللي عندهم الضيق في الديور ما كاش وين يخرجوا، انا في ان، انا في دو، انا في تروا. الناس اللي عندهم امراض، الناس اللي ربما عندهم مشاكل عائليه سيتادير دي كومبليكاسيون بسيكولوجيك في العائلات. اليوم صح هاد الناس، ولكن احنا هذا هو البوت تاع الحصص، نقول لهم تفاداو هاد الامور، يكون في حوار. اللي كان يسالها لخوه يجبد روحه اليوم، اللي كان يسالها لوليدو. نعرفوا يعني لا سوسيتي الجينيان وني دي بسيكاتر وني دي ثيرابوت دو فامي، يعني نشوفوا العائلات نعرفوا المشاكل كاينه في الجزائريه. ربما اليوم الناس راهي تشوف فينا في التلفزيون يقول لك راهم في البلاطو راهم يحكونا نابورت، يجي يعيش معايا. رانا جزائريين نعرفوا الحقيقه، يقول لك يجي يعيش معايا. صح راني فاهم الجزائري اليوم، ولكن نداء وطني، لان سي لونيتي ناسيونال كي توشي. احنا كي شفنا في روسيا في امريكا حجر وطني. يعني اسكو كاين اون سوليسيون؟ يا با. حنا نتمناو ان شاء الله يعني بهذه الاجراءات اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار، لانه اليوم كي نسمعوا واحد من فاميلتنا مات، واحد توفى، واحد هكذايا، يقول لك والله غير لحقت لعندي، وقيل اليوم. نو، لازم الجزائري اليوم راهي قضيه حياه او موت، قضيه وعي بالدرجه الاولى، قضيه وعي. لانه كي يموت واحد جزائري رانا ضرينا كاع كيما رانا، وحنا ما نتمناو حتى جزائري. بور سا لو كونفينمون، لو كونفينمون اي لو كونفينمون معناتها الحجر. فعلا دكتورة أحلام، بالحديث عن الحجر وتصحيح السلوكيات، هنالك سلوكيات إيجابية يسترجعها المواطن الجزائري، بالإضافة إلى ذلك هنالك سلوكيات سلبية ربما اتجه نحوها أيضا المواطن الجزائري في الحجر، كيف يمكن تصحيح كل هذه السلوكيات؟ نعم عبر طريق عن طريق المراقبة الذاتية، أنه الواحد يدير برنامج ويحاول أنه يتبع البرنامج تاعه، بالتالي راح يدير مراقبة ذاتية لنفسه اللي راح ما تخليهش يدير هذاك السلوك السلبي. فوالا، دونك الفو ندير نسطر نكتب يا لو كان في ورقه، ولا نديرها برك في راسي ونقول اني اليوم باغ اكزومبل كي نوض مرقاد، نسطر برنامج يعني بالتفصيل، انه اليوم نوض مرقاد نحاول نغير لباس النوم تاعي الى لباس مريح، ندير اي نشاط كالرياضه مثلا، من بعد نروح نوجد فطوري، يعني كل واحد ويدير برنامج اللي يوالمه هو. فوالا. الدكتورة كنت تكلمتي على صفحات في المواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الانترنت يمكنها يعني تساعد في تخفيف الضغط النفسي، أنتم يعني كجمعية ما هي المبادرة التي قمتم بتقديمها للمواطن الجزائري؟ نعم، دونك جمعية صاخب هي الجمعية
للمساعدة النفسية والبحث والتطوير في علم النفس. إذن قمنا بفتح هذه الصفحة لغرض إفادة المجتمع الجزائري. قدمنا دي زارتيكل، درنا دي زارتيكل اللي نشرحوا فيهم الطريقه اللي نوعيو بها باغ اكزومبل الدراري الصغار تاعنا لي دي زكتيفيتي اللي نقدروا نديروهم. كذلك يقدروا يتواصلوا معنا عبر الخاص اللي عندهم اي استفسارات في حاله ما اذا كان يحتاج الى دعم نفسي، في حالة ما إذا كان يحتاج إلى مرافقة نفسية، في حالة ما إذا كان يحتاج إلى بسيكولوج اللي يسمع له في هذه الفترة ويوجهه ويرافقه، نقدروا نديروا لهم إحالة إلى أخصائيين نفسانيين اللي راح يتكفلوا بالحالات تاعهم في هذه الفترة. هما عندكم أرقام هواتف؟ كذلك الصفحة الثانية للكلوب سيونتيفيك دو لا بسيكولوجي هي صفحة يعني عمل تطوعي من عند طلبة في علم النفس، فيهم تاني دي بسيكولوج دي براتيسيان، دونك راح يديروا ان شاء الله هاد الايامات راح نديروا دي فيديو بور سنسيبيليزي سور سا، دونك دي فيديو سبيسيال بور لي ادولت، دي فيديو بور لي انفون كومون اكسبليكي لانفون، بليزيور فيديو ان شاء الله. فعلا دكتورة. بروفيسور يعيش، يعني لو نتحدث عن يعني المرض وانتشاره في الجزائر، كنت تكلمت عن الملحة التصاعدي منذ قليل حول انتشار المرض، كيف يمكن أن نصنف انتشار المرض في الجزائر مقارنة بالدول الأخرى؟ هل الوضعية مقلقة؟ هل الحجر الصحي الذي قامت به الجزائر لمدة 15 يوم يعني في بعض الولايات الجزئي والكلي في البليدة، هل ساهم في تقليل انتشار الوباء؟ يعني كيف يمكن تفسير الأمر بشكل عام؟ أنا واش احنا نقول واش يقولوا الأطباء الأوبئة، هما يعرفوا بيان لي كورب. حاجة اللي مليحة نعرفها في الجزائر هو القرار باش يكون الحجز الصحي، كنا الجزائر كانت من الأوائل الدول، وهذه بفضل رأي الاختصائيين اللي كانوا في وزارة الصحة، وين نصحوا وزير الصحة قالوا لازم يكون الحجر الصحي وكانوا كنا حب الجزائر خط قرار شجاع باش يحبسوا المدارس والجامعات في وقت مبكر. هذا كان قرار على بالي بلي كان صعيب، صح كنا من الأوائل. هذا الحج دونك بدينا فيه، الجزائر بدات فيه، دونك حبسنا الدراسة ومختلف تجمعات ايضا في الموعد صادير. كما نقول لك في الامر هذا كاين دي ستاتستيك مونديال، وين علماء الاوبئه كما نقول لك انا واش حبيت نقول باللي في الامر هذا الاختصاصيين ماهوش السياسيين في هذه الحاله اللي انا فيها، ماهوش سياسيين ياخذوا قرار، هما الاطباء. هنا رانا في حرب وكير في الدول اللي كانوا في حرب، رئيس الجمهوريه استشار وزير الدفاع. درك رانا في حرب، رئيس الجمهوريه يستشير وزير الصحه، وزير الصحه عنده دار مجلس علمي اللي راهو ينصح فيه كيفاه ناخذوا القرارات، وهذا هو المهم. رانا في حاجه مليحه هنا، سا سي تري امبورطون بور نو، سي دي بون ديسيزيون او بون مومون كي اون تي بري في الجزائر. دونك السؤال تاعك اللي قلتي لي اسكو رانا نشوفوا، اسكو بدينا نشوفوا في الاثار الحجر الصحي الكامل على البليده والجزئي في بعض الولايات نشوفوه، باسكو كي درنا حجر صحي كامل كما ولايه البليده ودوك نزيدوا نديروا حجر صحي من ثلاثه العشيه، سي اون تري بون شوز. دوك نزيدوا هذا باش نشوفوه الاثار تاعو، نشوفوه على مده ثلاث اسابيع الى شهرين. حبي يقول دوك انا واش نقول لك، الشعب الجزائري ما يفهم في نظر هي ربما بروفيسور ربما هي يعني معادله التزام
واكثر وعي من انها اجراءات يعني صارمه وردعيه بالدرجه الاولى. لهذا يعني ربما كل حصص تلفزيون الجزائري تدعو يعني تكرارا ومرارا بانه المواطن يلتزم بكل التدابير الوقائيه الصحيه حتى لا نذهب الى يعني ربما تدابير اجراءات صارمه اكثر. اختي دوك نشوفوا قاعد نشوف بازون في فرنسا نسبه الوعي مرتفع ام بصح داروا اللي ما يلتزمش عنده غرامه. الغرامه 130 اورو وزيد تطلع حتى 200 اورو. لو كان الوعي كان ما كان يديروا بصح داروا رضعن. حب يقول الانسان نعاودوا الانسان اللي يكون مريض اللي عنده عن ما عندوش مريض يعني الوعي والالتزام بالاجراءات هذا هو الوعي. المشكل في هذا الامر هذا اللي انا فيه كل انسان يحمل الفيروس قادر هو تحمل مريض وقادر ما تحش مريض بصح يحمل الفيروس راهو يؤذي شخص اخر وبزاف. حب يقول يولي خطر على المجتمع. هنا وين تتدخل لا فورس بيبليك باش يمنعوه باش ما ينتشرش المرض على واحد اخرين. ماهوش فيه برك بكري بارزو انسان عنده هيبرتونسيون عنده ديابيت ليه هو برك هذه لا هذا هو فيه المرض قادر يقيسه هو قادر يقيس واحد اخرين اشخاص اخرين. الدوله كما نقولوا في كل دول العالم لازم تكون صارمه باش ما يعديش واحد اخرين. نعاود نولي على سا سي امبورطون. حنا كي نقول لك رانا لو بوت رانا فيه اليوم سي كو باش نخبروا الناس. حنا العلم هذا منين جانا سي كو شفنا كامل الدول وعلى بالنا هذا قريناها كي كنا في درنا لو موديول تاع ليبيديمي على بالنا باللي الاوبئه تبدا اشخاص وترتفع ماهيش ما ترتفعش افيك اون كورب دروات سي اون كورب شون ابل اكسبونونسيال تكون هابطه حتى مومون تطلع. وشاك فوا نكونوا نديروا دي بريفونسيون كي نديروا لا بريفونسيون اون بون مومون لا كورب ما خلاوش تطلع خلوش تطلع ديبلاسيو. لهذا يعني كلما المواطن التزم بالتدابير والاحتياط يعني هذا المنحى ما يكونش يتصاعد بطريقه حاده. الميساج اللي حبيت الشعب الجزائري يفهمه بيان دوك كي يدير الحجز الصحي ما تبانلوش قاعد يخرج برا يقول لك انا مانيش مريض عندي سمانه ولا سمانتين في الدار ما صرا والو دوك نخرج. لازم الصبر. ونفكركم في سوره الكهف كل جزائري يقراها كل جمعة ما بين العالم الخضر وسيدنا موسى قال له تبعني بصح ما تسألنيش. كان له هذاك النبي يقول له ما تسألنيش علاش باسكو الخضر كان عنده معلومات فعلا اللي واش يصرى. وسيدنا موسى تقلق اش كفايه تقلق يقول له قل لي علاش خرقت السفينة علاش قتلت الطفل. يقول له قلت لك ما تسقسينيش انا اعلم منك ما تسألنيش. حنا رانا في حالة فيها حنا رانا الميساج اللي نوصلوا فيه اللي بلا وعلى بالنا لو كان ما نديروش نوصلوا الكارثة. هذا هو الميساج حبيت نوصلوا. لذا يجب على المواطن أن يلتزم دكتور تابتي. ربما كما قال بروفيسور يعيش أن المواطن لا يدرك بطريقة يعني صحيحة خطورة هذا الأمر. لذا اليوم نتحدث عن الوعي وضرورة المسؤولية بالدرجة الأولى. هو الانضباط والالتزام يعني مسؤولية الأولياء اليوم كذلك. يعني كي تخلي وليدك يخرج راك ريسبونسابل عليه وسي. دونك اليوم الميساج رانا قليلة قد ما نوصلهم قليل ونعرفوا يعني الشخصية تاع الجزائري شوية روبال. ولكن كما قلت في الأول هي وحدة وطنية سي لونيتي ناسيونال. اليوم لأنه احنا حبينا نبرهنوا كذلك للعالم كما برهنا كثير من المرات باللي الجزائري كي تلحق العظم يعرف واش يدير فعلا. اليوم رانا نشوفوا يعني لي ستاتيستيك راهم يجونا من وزارة الصحة الحالة راهي في خطوره يعني راهي في منحى تصاعدي والناس دير في بالها زوج حوايج. بيقولوا بلي كي يجي الصيف وما كاش اليوم ما كاين لا دواء لا سخانه ما كاين والو باسكو الناس راهي تصبر شويه في روحها. الجزائري في بعض الاحيان يكذب على روحه. ما تكذبش على روحك اليوم كاين فيروس خطير. حنا اليوم كثير من الجزائريين اللي نترحموا عليهم راهو في ماساه كاين فيها موته. ما نخلوش كل جزائري حتى تدخل موت لدارو وباش يغلق باب دارو. مستحيل سي امبوسيبل. اليوم 43 مليون دانجيريان يا ميساج حدهم لو كان يعني نكونوا منضبطين التزام
نقول يعني بحول الله ماش حد ديباسي شهر ونص ماش راح ديباسي شهر ونص، ولكن تكون فيه انضباط والتزام والناس تخاف كما نخاف عليك انت تخاف عليا، لانه الفيروس كما قال كاين ناس عندهم فيروس ما على بالهمش لا بروميير سيمين هذيك يعني حاملين للفيروس لكن لا تظهر عليهم الاعراض، هذا هو الخطر. وحنا رانا في حرب ضد شبح سيتان فونتوم ما راناش نشوفوا فيه، واليوم راهي اللي اون تران دو سو بروباجي اترافير لو تيريتوار ناسيونال، لذا ما تقولش يعني في دشره ولا في دار يدخل نيمبورتو. دونك الوقايه ونا با دوتر شوا كيما قلت الوقايه، ولازم تكثروا من هاد يعني انا جو دوموند اسكو يكونوا دي زيميسيون كوم سا، باسكو ما توليش سي دو لا ريدوندونس قد ما نقولوها قليل، باسكو كي نصمتوا بلا كومينيكاسيون يعني التلفزيون الجزائري يحاول من مختلف يعني جند كل حصصه في هذا في هذا المجال، يعني الحديث عن امور الوقايه والحجر الصحي وكيف يمكن العائله ان تستفيد من هذا الحجر الصحي، حتى الضغوطات النفسيه، حتى الجانب الوقائي الجانب الصحي، كل هذه الامور يعني يحاول التلفزيون الجزائري من خلال مختلف الحصص ان يتحدث على حتى يكون المواطن اكثر وعي. وريد يعني نزيد حاجه، انا ماذا بيا نطلب من السلطات يديروا رقم اخضر للناس اللي راهم تنقاسوا نفسيا وعقليا. انا جو دوموند ان نيميرو فير بور يعني لي كونسلتاسيون بار تيليفون للامراض العقليه، كاين بزاف الناس عندهم امراض عقليه راهم دي كومبونساسيون اليوم دي سكيزوفرينيا، خاصه الاطفال اللي عندهم توحد، التوحد لانه كان فيه انقطاع العلاج اليوم راهم في منازلهم ايزون ديفلوبي دي مانيفيستاسيون. انا نطلب من السلطات يديرونا نيميرو فير كيما داروه لو 30 حاجه مليحه بور لو كوفيد، الناس تستشر يعني، وحنا رانا مستعدين يعني باش نقوموا بالواجب تاعنا نريبونديو الناس هذوما. كاين دي زورجونس بسيكاتريك دي زورجونس بسيكولوجيك، اليوم قلت الناس راهي تتناول مهلوسات خطيره وخطيره جدا وراهي تمدها الناس مهدئات. نعم مهدئات، يقول لك والله غير انا رقدت منها، باسكو اليوم ليجيان اللي تري امبورطونت في الدار الناس ماهيش ترقد، قولوا حقيقه الناس ما راهيش ترقد. علاش اليوم كل واحد يقول لك انا راح نتنقاس، سي سكون ابل لي رونديفو غاتي مع الموت. كاين دي جون اليوم نحيي الاطباء تاعنا اللي راهم في الواجهه، وين الناس اليوم دخلهم الرعب للداخل هاجس نعم، ولكن احنا ماذا بينا يكون فيه رقم اخضر هاتف يعني التواصل وين نتصلوا ويتصلوا يكونوا فيه اخصائيين في يعني التكفل النفسي بهذه الشرائح المختلفه من المجتمع حتى يعني تتجاوز الامر باقل ضرر ممكن، لانه يعني الاعراض العقليه راح تجي من بعد يعني كي تخلص علينا ليبيديمي هذه ان شاء الله نشوفوا يعني لي كونسيكونس بسيكولوجي. لذا يعني ضروري جدا من التكفل النفسي من الان بمختلف الشرائح. ربما هذا يقودني لسؤال الدكتوره احلام. دكتوره الحديث عن تمديد الحجر الصحي ممكن الضغوطات النفسيه تتكاثر اكثر، والدكتور تابتي تحدث عن مختلف الفئات سواء في الاطفال ولا حتى في الكبار، وحتى انه ممكن هذه الضغوطات النفسيه تظهر عوارضها بعد ربما ذهاب الوباء، يعني حتى تكون الضغوطات النفسيه باقل ضرر، وحتى يعني لو نتحدث عن الضغوطات النفسية من جانب تأثيرها على المناعة، كيف يمكن للإنسان أنه يحافظ على نفسية هادئة حتى يواجه بها المرض بطريقة صحيحة؟ نعم، أول شيء أريد أن أدعم الفكرة اللي قالها الزميل تاعنا دوكا، أنه من الضروري صح من الضروري أنه يكون عندنا إحنا تاني رقم اللي يكونوا ينشطوا فيه دي بسيكياتري دي بسيكولوج باش يديروا المرافقة النفسية، لأنه صح كما سبق وذكرت أنه كاين معاناة نفسية حقيقية، انه دوكا من يعني شيء عادي انه الواحد يتقلق، انه شيء عادي انه الواحد يخاف، لكن ما لازمش نخليه هذا الخوف يغلبنا، ما لازمش نخليه يعني واللي يعرقل علينا نشاطاتنا اليوميه. دونك هو هذا الخوف هو اللي راح يخلينا انه نحميو رواحتنا ونقعدوا في الدار، لكن ما نخليهوش ياثر علينا بزاف، ما نخليوش انه يصير يولي هو يتحكم فينا. دونك كاين دي تكنيك دو ريسبيراسيون، تقنيات التنفس اللي نقدروا نطبقوهم كذلك، يعني هذه راح نحط عليها خط عريض، انه لازم نحددوا الوقت اللي نتبعوا فيه اخبار
الفيروس تاع الكورونا، شغل ماشي لازم يعني يكون فيه برنامج دقيق لكل عائلة يجب أن تتبعه يوميا. نعم نعم، يعني من الضروري جدا أني نحدد وقت، نخصص وقت معين أني نتابع أخبار تاع فيروس كورونا، و يعني كذلك لازم تكون من مصادر موثوقة، يعني ما لازمش أي صفحة عبر الفيسبوك أو أي وسيلة تواصل أخرى أني نشرت نصدقها أو نعملها، كاي الناس سمعت قالت كما سمعت، يعني المصدر، يعني لازم نحدد وقت أني نتابع فيه أخبار الفيروس كورونا، ونحدد ثاني وين راني حنولي نجيب هذوك المعلومات، يعني هذا شيء ضروري، خاطر كي تقعد طول الجورني يعني طول اليوم وانت تتابع في فيروس كورونا اخبار شكون مات شحال زادوا شحال، يعني نتفادى حتى الاخبار التي تاخذ المواطن يعني الى التهويل والهلع اكثر. نعم. وربما التاثير على نفسيته. نعم. بطريقه سلبيه. نعم نعم صحيح صحيح، يعني راح تخليه في حاله نفسيه كما سبق وذكرت مقبله، قادر يزيد يتقلق اكثر، قادر يصاولوا بزاف، قادرين يتحول يعني من داخل النفسية تاعو تولي مضرارة أكثر. دونك سي بور سا لي جانسيست دو ساكريفي هكذا ساعة ولا ما على باليش كل واحد شحال يحب يشوف ويقعد يتبع في هذاك الوقت برك في هذاك لو ريتم، باسكو كي نقعدوا نهار كامل وحنايا نتبعوا في أخبار تاع فيروس كورونا راح تأثر علينا بزاف. يعني قلت بلي وي تفضلي دكتورة تفضلي. نعم كما قلت باللي كاين اللي ينشروا شائعات خاطئه يعني من مصادر غير موثوقه، لذلك علينا ان نحدد يعني منين راح نجيبوا المعلومه هذه، منين حنجيبوا هذاك الخبر. فعلا دكتوره. دكتور بروفيسور يعيش، لما نتحدث عن المرض اكيد نتحدث ايضا او عن الوباء نتحدث ايضا عن مدى استعداد المستشفيات لتلقي مختلف المرضى، ويعني لو يعني المواطن فهمه اكثر متى يحتاج المريض انه يكون في المستشفى، وهل يعني في بدايه المرض يكفي انه يكون في حجر تام في البيت لتفادي اولا انه العدوى تنتشر عبر مختلف الاشخاص الاخرين، وثانيا حتى انه يتماثل هو للشفاء بطريقه صحيحه. في الاستعداد المستشفيات راهي مجهزه، وكاين كاين دي بلان، وزاره الصحه دايره دي بلان، برومي بلان دوزيام بلان ثالثيام بلان، وين باش تستقبل المرضى. دونك الانسان اللي يكون عنده اعراض يتقدم المستشفى، دونك لازم يديروا تشخيص للمرض. اون اتوندو يخرج الاخر ينجم تاع الانسان، دونك سكي ريكوموندي دونك دون لو موند اونتي، ينجم الانسان هذا يولي للمنزل تاعو، المنزل يدير حجر صحي في المنزل تاعو، المنزل تاعو حتى ويقعد باتصال مع الخليه اللي يكون معها بالتليفون، يشوفوا يوميا جو بونس لو بون بلون يوميا الصحه تاعو، وكي يوجد التعيير تاعو ولا كان بوزيتيف ينجم يتنقل المستشفى اللي ياخذ العلاج هذا الجديد اللي رانا نهضروا عليه. علاج يعني العلاج يتم اخذه من البدايه، الكلوروكين من البدايه، من ماشي البدايه، حتى وين صار وزاره الصحه قالت حتى يظهر تفاصلوا خلاف ان شاء الله. كاينه ليتود في اوروبا ليتود ديسكوفري تخرج على اليامات وين تبين صحة العلاج، وحنا متفائلين بالعلاج كلوروكين ازوتروميسين. دونك نوليك على الحاج الصحي ينجم يكون في المنزل بعد عنده اعراض، ينجم وكاين التزامات يديرهم في المنزل تاعو، يكون في غرفه وحده، الماكله تاعو وحده، ديزانفيكسيون دو تو سكي لا، حتى وين يظهر عنده اسكو مريض، وينجم قادر مام في اوروبا داروا يكون مام ا دوميسيل، اي بو بخوند لو تريتمون دوميسيل ويقعد في الدار تاعو حتى يجوز هذاك ال 14 يوم هذوك اللي وين يكون خلاص يخرج من الخطر. يعني دونك سكي بريكونولوجي اكتوالمون سي اون بو اوسبيتاليزي ا دوميسيل سي سخي ميو، ولا ظهروا الاعراض يروح للمستشفى اللي يكون مختص فيها، يعني في حاله تعقيدات صحيه باش ياخذوه اون شارج اون هوسبيتاليزاسيون، ولا يلزم الاكسجين بوندون يامات، ولا ان شاء الله يبرا، احنا ما نقولوش يلحق الانعاش، ولا يلحق الانعاش يكون يدخل غرفه الانعاش بالريسبيراتور. هذا هو لا استراتيجي كي دوات تخاصي.
الانسان دو بريفيرونس دو بريفيرونس تكون عنده اعراض صغيره يشوف دون بروميي طون كيما قال لك الاستاذ بار تيليفون كاين اخصائيين يقولوا له اسكو تروح للمستشفى ولا ما تروحش ولا قال له تروح المستشفى يشوف شخصه المرض تاعو باللي بريلابمون هذه تاع البي سي ار لو سكانر ايفونتويلمون اون اتوندون اي بو روفنيغ ا دوميسيل ولا ما حساش ينجم يكون عنده سيري في المستشفى ولا ظهر عنده يدخل في سكون ابل دي سيرفيس كي اون تي بريفو سيرفيس كون ابل سيرفيس كوفيد بلس وين تما يسكنفوا به. دكتور عمليه التشخيص هل تتم يعني هل تزايد عدد التشخيص اليومي؟ البارح وزير الصحه اكد على هذا اون اتوندون دو ريسيفوار بوكو بلوس دو تيست دونك لو تيست كي بريكونيز اكتويلمون سي لا بي سي ار سي لا بي سي ار شفنا البارح الحصه تاع وزير الصحه وين اكد باللي رانا توجو في لا بي سي ار ليماجري لو سكانر سي امبورتون اوسي ماتنون اي في بارتي دو ديبيستي de dépister la maladie précocement. Voilà ce que je voulais dire. وفعلا يعني ربما عدد الوفيات لما يعني المواطن الجزائري يسمع عدد الوفيات في الجزائر مقارنه بعدد المصابين يقول بانه في الجزائر هنالك ارتفاع كبير عدد الوفيات وهذا مفهوم خاطئ. هل ممكن انه نفهم المواطن الجزائري بالنسبه لهذا الامر؟ الوفيات كما في احنا ما نكونوش مغيرين على الدول الاخرين الوفيات راهم ما بين 2-3% مي شوفوا الوفيات في الجزائر وعدد المصابين تكون قليله علاش باسكو لي تيست ماناش احنا دوله اون لي ديبوندون دي تيست على لترونجي كان على بالك دوك لي تيست دون لو موند اونتيير ما كانش وزيد لي ترونسبور ما كانش دونك سي بو سا اون اريف با ا تيستي بوكو بلوس دونك كي يكونوا لي تيست بزاف نعرفوا باللي عدد الوفيات ماهيش كيما مقارنه بنسبه المصابين ماهيش صدر عدد الوفيات يكونوا اون رابور واش على حساب الناس اللي راهي اتنت وفي عدد الوفيات راهو عادي كما الدول الاخرى الخبراء شافوا باللي في ايطاليا كانوا عدد الوفيات عاليه بزاف ما فهموش قالوا بوتيت الفيروس هذا الى في الميتاسيون احنا ماذا بين الفيروس هذا يدير الميتاسيون دون سونس بوزيتيف باش يحبس لا فيروس يكون اقل ضرر بلا يسقم روحه ما يتاكيفناش ما يدخلناش القصبه الهوائيه ونبراو ان شاء الله غابيدمون ان شاء الله باذن الله. بروفيسور يعني نتحدث دائما على الجانب النفسي للمواطن الجزائري خاصه مع يعني تزايد الحجر الصحي الاهتمام بالاطفال كيف يمكن ان نهتم باطفالنا بطريقه صحيحه واننا انهم تكون لهم نشاطات صحيحه في فتره الحجر الصحي. اليوم المعامله مع الاطفال يعني راهي حساسه يعني وضعيه يفو تريتي كا بار كا عائله بعائله ولكن اون جينيرال اليوم الاطفال لازم تعاملوا معاهم نورمالمون يكونوا دخلوا المدرسه اليوم يعني 5 افريل لازم ندخلوهم في راسهم بلي راهم يعني حتى هذا كان عنده تاثير سلبي يعني قال على الاطفال لابد من الاهتمام بهم بالفعل اليوم لازم الاولياء يعرفوا بولادهم اليوم راهم في المدرسه ولكن المدرسه في المنزل دونك لذا العطله خلاصت لازم يتعاملوا معهم يهضروا مع اولادهم لازم فيه ان بروغرام ولا كان يقرا في لي فاكونس ساعه اليوم يقرا ثلاث سوايع لازم الطفل ماهوش في عطله ولازم نفهموه وعلاش راهو في هذه الوضعيه كاين حوايج لازم نيفيتيو مع ولادنا اليوم الاطفال القلق تخلهم خاصه المراهقين اللي عمرهم 12 سنه حتى 16 17 سنه ديجا هما راهم في مرحله مراهقه راهي كما نقولوا حساسه دونك المعامله مع الاطفال وخاصه وين كاين يعني نقولها من هذا المنبر وين كاين مشاكل عائليه يعني وين الاطفال اللي راهم ضحايا لانه راح تكون فينومين دو مالتريتونس يعني تكون فيه يعني نوع من لا فيولونس الاطفال ايتو احنا ماذا بينا يعني اليوم كما نقولوا حنا ينغارديو لو ستريس ان نيفو سوبورتابل يعني هو خاصه بروفيسور هو يعني في الظرف العادي الطفل يكون في اغلب اليوم في المدرسه وفي الروضه الاولياء في العمل يعني اليوم راهو يقضي اكثر وقت مع الاولياء لازم يكونوا مدركين لاهميه احتواء اطفالهم التعامل معهم بطريقه صحيحه وحتى يعني واكثر حلما معهم وحتى يعني حالتهم النفسيه لا يجب ان تظهر مباشره على الاطفال سواء قلق او تعصب
التعصب إلى غير ذلك. وحنا لازم اليوم حنا اللي نفهموا الأطفال، ما مش هما اللي لازم يفهمونا. لذا يعني يعني اليوم لازم تفكروهم الناس اللي عندهم يعني لي ديفيسيون مونتو، ها توحد لي تريزوميك، الناس اللي عندهم امراض عقليه. لذا يعني لا نيسيسيتي تاع لو نيميرو فير اي تري امبورطون، لانه لي سيرفيس دو بسيكاتري اون اسور لي زورجونس اون سي جامي. واليوم ميساج تاعي ما لازمش كاع نولوا 40 مليون طبيب، 40 مليون وزير، 40 مليون اخصائي. يعني حنا شفنا في لي ريزو سوسيو الناس ماهيش طبيبه، ما عنده حتى علاقه مع الطب، يلبس طابليه، يدير ماسك ويعطي دي كونساي. ربما هذا هو اللي ياثر سلبا على سلوكيات المواطن اليوم. اليوم لاهل الاختصاص ماهوش من هبه والدبه يهضر على الكوفيد. اليوم الناس في ريزو سوسيو شفناهم يهضر على الكوفيد، يدير هكذا، الاخر يقول لك نو. حنا ثقتنا في وزاره الصحه فيها ان كوميتي سيانتيفيك، لي ريكومونداسيون اللي مدوم هذوك هما اللي لازم نطبقوهم، ماهوش من هبه والدبه. اليوم كاع ولاو الناس تمدي ريكومونداسيون على الكوفيد، نو، كل واحد في اختصاص تاعو. وحنا كاخصائيين في الانعاش، في الامراض العقليه، في في في, في ليبيديميولوجي، وحنا اوني لا بور ابورتي ان بلوس ا سا بوبولاسيون. ونشكركم يعني على واش راكم ديروا، لانه فريمون فريمون سي تري امبورطون. العفو بروفيسور، يعني هذا واجبنا بالدرجه الاولى. دكتوره احلام، ربما سؤال اخير، الان مع ضروريات التي فرضها وباء كوفيد على العالم ككل وعلى المجتمع الجزائري، انتم يعني كاخصائيين نفسانيين كيف يتم، كيف تقومون بتاقلم مضامينكم الخاصة بالعلاج النفسي والتكفل النفسي والرعاية النفسية لمختلف شرائح المجتمع مع هذا الوباء اليوم، يعني مع مختلف التغيرات التي يعيشها اليوم تطور الوباء؟ عفوا لم أسمعك جيدا. دكتورة، يعني كنت قلت أنه أنتم كأخصائيين نفسانيين وكجمعية كيف تقومون بعملكم، وكيف يتم التكفل النفسي بمختلف شرائح المجتمع، وكيف تأقلمون مضامينكم ورسائلكم مع الحالة التي يعيشها اليوم المجتمع في الحجر الصحي وحتى مع ازدياد الحجر الصحي؟ نعم، كما سبق وذكرت أنه في الصفحة نقوم بنشر معلومات أو نصائح لعل وعسى أن تفيد شخص هو في الحاجة أو هو في معاناة نفسية. كما سبق وذكرت أيضا أنه نتلقى رسائل عن طريق الخاص لأشخاص هم في معاناة، يعني إذا كي بعت ميساج لبريفي فوالا يقول هاي لك المعاناة تاعي. إذا كانت مجرد استفسارات كاين طاقم يعني يجاوب على هذه الاستفسارات. إذا كانت في حالة أنه يعني معاناتنا نفسية حقيقية، يعني نقدروا نحولوه إلى مختصين اللي داروا برنامج للتكفل النفسي، هما اللي راح يتكفلوا بالحالة تاعو. دكتورة، ما هو يعني عنوان رابط الجمعية، الرابط على مختلف الصفحات، يعني ما هو العنوان حتى يعني المواطن إذا أراد الاتصال بكم يمكنه ذلك؟ نعم، اسم الصفحة Association SARC ومن بعد سلاش Soutien psychologique COVID-19. نوري لكم برك الصفحة. تفضلي دكتورة، تفضلي. نعم، يعني يمكن للمواطنين الراغبين في الاستشارات النفسية أنهم يتصلوا بكم وتقدموا لهم المساعدة من الجانب النفسي. نعم، في حالة ما إذا كانت الحالة يعني تحتاج إلى مرافقة نفسية أو إلى توجيه نفسي، يقومون بإحالته إلى أخصائيين يعني وضعوا خصيصا في هذه المرحلة من أجل المرافقة النفسية في هذه المرحلة. فعلا. إذن دكتورة أحلام أيد حدى كنت معنا عبر سكايب، أخصائية نفسية، شكرا جزيلا لك. دكتور سيبتي، شكرا. تريد أن تضيف كلمة أخيرة؟ تفضل. لو باش نمد رقم يعني لازم نعرفوا بلي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة اللي تشرف عليها سيدة مريم شرفي، وأنا رئيس لجنة الأمراض العقلية يعني في الهيئة، في رقم 1111
يعني درنا سيلول دو كريز وراهم اخصائيين 11 يعني معروف على الهيئه الوطنيه. ونشكر يعني المبادره اللي دارتها لفورم دونك لترقيه الصحه في الجزائر اللي يشرف عليها البروفيسور خياطي، واتصلوا بنا في يعني ارقام هواتف توانا شخصيه خاصة. يعني في كل لي سبيسياليتي بسيكاتري يعني بكل يعني داروا لجنه ويعني اتصلوا بلا فورام يعطوهم الارقام توانا ونقدروا نجاوبهم بكل يعني وتكون استشارات مباشره بالفعل. بلا. شكرا جزيلا لك. اذا بروفيسور تبتي مجيد رئيس مصلحه الامراض العقليه بشراقة، شكرا على الحضور. شكرا على واجب. كلمه اخيره تفضل بروفيسور. انا حبيت ثلاث نقاط قبل ما ننسى كنا ما نطرقناش ليهم، سي كو قبل ما تكون كورونا كنت درت بحث على المستشفيات اللي في الجزائر سيرتو في العاصمه قسنطينه وهران. شفت مستشفيات اللي كيما باب الواد، كيما مصطفى، كيما بلي مسوس، تبنات في فتره 1835 حتى 1865 وتبنات دي فاسون بافيونير. علاش علاش ندبنات هكذا؟ باسكو كان كاين في هذاك الوقت وباء عالمي، وباء الكوليرا. وداروا المستشفيات هذو سكريسان بافيونير، انسان كي اللي يجيبوهم يمرضوا في يدخلوا في البافيون هذاك. يعني بطريقه منعزله. منعزله باش ما ينتقلش الوباء للاخرين. وشوفوا المستشفيات في الجزائر كامل، الجزائر الكبرى كوسوسوا في وهران ولا في قسنطينه مبنيين على هذه الطريقه. يسمى رانا في 2020 لازم نستغلوا هذا البنايات. لا حاجة جديدة، فاسكو في أوروبا راهم داروا المستشفيات العمودية عنده مشكل الوباء ينتقل من ليطاج ليراج. هذا هذا النظرة لازم الجزائر نخمو لها نستغلوها، سي ان هيريتاج كون بو فير. والأهم في كل ذلك بروفيسور هو وعي المواطن بالدرجة الأولى. نشكر الأطباء والممرضين هذوما اللي لازم تكون عندهم ندير لهم نطلع لهم المورال باسكو فون تيتر فريمون أو بخومييي فرون في الواجهة تخي امبورتون. وكما نقولوا إن مع العسر يسرا، إنما على شيء إن شاء الله يسرتين كان زوج إن شاء الله. بروفيسور شكرا جزيلا لك. إذا بروفيسور يعيش عاشور توفيق رئيس مصلحة التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي حسين داي، شكرا جزيلا لك. وخالص الشكر موصول لجنود المآزر البيضاء، للأمن بمختلف أسلاكه، لعمال النظافة، لكل من يقوم اليوم ليتحدى هذا الوباء حتى يعني تخرج الجزائر بأقل ضرر. أنتم مواطنين شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.